بحثت هيئة الاستثمار المصرية مع وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التونسية تنفيذ رؤية مشتركة حول المزيد من الاستثمارات بين الجانبين. جاء ذلك على هامش الاجتماع الثالث للجنة الفنية المشتركة للتعاون بين مصر وتونس، والذي تستضيفه القاهرة على مدار يومين. وناقش الاجتماع كل أوجه التعاون الممكنة في مختلف القطاعات والفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين. شارك في الاجتماع ممثل من اتحاد الصناعات وعدد من قيادات الهيئة العامة للاستثمار.